صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم نتوما؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم عندي لا بيرمانونس، يعني غادي نخدم هاد دو جوغ، اليوم لو لاندي وغدا لو ماردي. غنبدا مع السبعة حتى للثلاثة، يعني فقط اليوم مع ستة لارو. انا ما عنديش الخدمة في الصباح، تنبدا في العشية، ولكن الحمد لله الحمد لله دابا انا غادي نسالي هاد دو جوغ، وعندي دو سمان ديال العضو كي تنقولو. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم النهار ديالي، وغنشوف الا قدرت نصور لكم شويه في الخدمه. البنات وصلت الباركينغ، الباركينغ ما كنلقاوش فيه البلاصه، ولكن ان شاء الله عندنا واحد البروفيزور جديد عطانا باش نمشيو عندنا الحق ندخلوا الباركينغ بواحد كتقولوا ليها بواحد لو نيميرو، يعني باش يعرفوا الماتريكول ديالك والموبيل ديالك. انا حيت الناس حيت انايا سونتر فيل. انا حبيبتي يلاه وصلت. حبيبتي انا دابا يلاه خرجت من الخدمه، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. غادي نشوف الطريق، العيا تاع الصباح. انا ما مولفاش الخدمه تاع الصباح، نورمالمون كنخدم لابخي ميدي والحمد لله. المهم عندنا طلعنا دو سمين دو فاكونس، غدا عاوتاني غنخدم قلت لكم السبعة لتلاتة ونص، دابا غنخدم مع الستة ونساليو مع الطناش. عطاونا زعما الوقت لينا اننا نخرجوا بكري، وكاين عندنا الشتا بزاف. انا غنوريكم ان شاء الله، هانتوما معايا غتشوفوا معايا الطريق كي دايره في الشتا. انا البنات يلاه وصلت دابا لداري، ان شاء الله غادي ندخل. كاينه عندنا الشتا بزاف بزاف، ندخل ونشوف ان شاء الله نبدل حويجاتي ونشوف ان شاء الله شنو غادي نوجد معاكم. المهم كي قلت لكم البنات غندير معاكم ان شاء الله شي حاجه وندخل لداري، غندير شي كاطو ونعطيهم شي طوله. غندير معاكم رولي، ولا هي جينواز نقدر نديروها رولي بحال كونديوش. دابا حنا عندنا يعني اللي كيحتفل بيه، يعني كيدير هاد الباكو بزاف ضروري يكون عندو في المائدة ديالهم، وهو كيجي صراحة كيجي بنين. وهاد الطريقة أنا باش كنقادو كيجي مهوي بحال تاع المحلات، وكيجي بنين وطري. أنا درتها معاكم بالفاني وبقشور تاع الحامض، هادي غنديرها معاكم بالشوكولا إن شاء الله. غنديرو ربعة د البيضات، كنهضر معاكم ما قلت لكمش المقادير، يعني ربعة د البيضات اللي كنديرو تيكونوا كبار شويه. او كندير هنايا ربعة د المعالق ديال السكر عامرين كبار، واحد جوج ثلاثة ربعة، واحد شويه حيت ما عمرش المعالق. ربعة د البيضات قلت لكم يكونوا كبار، وربعة د المعالق كبار ديال السكر. غادي نزيد واحد شويه تاع الملح معاهم غير شويه،
ونطرب مزيان هذا الخليط. شوفي انت تكون مرقيته على قلبك مزيان حتى تولي ديال بحال هكذا باش تعرفوا لا جينواز ديالكم غتصدق لكم 100%. يعني ما كاينش شي واحد اللي غايديرها بطريقه وما غاديش تصدق ليه. يعني الخليط ديالنا كيجا مرغوي طالع مزيان، يعني الا صدق لكم بحال هكا راه الجينواز ديالكم ولا الرولي راه غادي يصدق معكم مزيان. سمحوا لي ما كيبينش مزيان دابا، هي شتو كيجي مهوبي كيجي زوين. هنا غادي نزيد ضروري الدقيق ما يتهربل. انا غادي ندير الكاكاو، الكاكاو الشوكولاته المر او بران، غادي ندير هنايا. الا بغيت ديروها بلا كاكاو، بغيت ديروها بالفاني ولا تنسموها باي حاجه، غديروا 4 د المعالق كبار ديال الدقيق. انا غندير 3 د المعالق كبار ديال الدقيق ومعلقه كبيره، ونفس المعلقه راه كاينه المعلقه الكبيره كاينين معالق كبار ما كيتشابهوش عندي نيت انا في الدار. الوغ دابا هذه اللي غنخدم بها الدقيق البيض هي باش نهز نعبر بها الشوكولا ان شاء الله. صدقوني حتى هي راه كتجي بنينه وغزاله وسهله وراه تنجح معكم 100%. غادي ندير العبار باش يجي هنايا. انا درت 3 د المعالق ديال الدقيق وغادي ندير معلقه ديال الكاكاو. هذا ما غندير فيها الخميره، ما غندير فيها حتى حاجه. نغربل مزيان هذا الخليط ديالي باش ما تغربل، كتجينا خفيفه وكتجينا مهويه وكتساعدنا باش تطلع لينا حتى الجينواز ديالنا. الطريقه اللي عطيتكم راه ديروها جينواز دوك اللي تيكونوا دايرين ولا كاريين، انا غنديرها رولي. مهم كي جا هنا قبل هنايا ضروري ما نستعملو هاد لاسباتول على حساب كنتو كما كيبانش نهائيا. نهزو من التحت وهذه درتها بطريقه اخرى ما فيهاش الزيت، ما فيهاش الماء، ما فيهاش الخميره، ولكن ضروري كي تنعاودها لكم ضروري. الا ما درتوش ليها هكا ما تصدقش لكم، لا درتو غير تخلطوا هكذا راه ما تصدقش معكم. نتوما شفتوها كي تجي تشوفوا واحد فقاعات فين خرجوا باش الا خصكم كي طيبوها تخرجوها. المهم غنديرها ان شاء الله في الفرن حيت الا خليناها تتعرق باش تبان لكم مزيان. طابيي سوفريزي بسهولة، يعني ورق الزبدة نحيدو بسهولة. نتوما شو تبان ليكم معايا هنا ولا لا؟ نتوما شو كي كتجي رطبة هي راه غادي تلصق لكم اللي غتحطوها هنايا.
تلصق لكم داك لتحت ماشي مشكله، يعني تقدروا كاع ملي ترولوها تحيدوه. غنوري لكم كي تجي رطبه، يعني مازال سخونه، هانتوما شفتوا كي كتجي، كتجي رطبه وخفيفه. الا كنت غادي دير الكناش، يعني اي وحده كريمه سائله غادي ديرها، يعني تقدر ديرها. والكناش ان شاء الله اللي غادي ندير معكم المره الجايه حتى هو راه ساهل. هذه الكريمه السائله اللي خصها تكون بارده وكامله الدسم، يعني الا كانت ناقصه في الدسم راه ما طلعش البنات، حيت كلتي يقول لك ما كطلعش لينا الكريمه. خديت هادو جوج، يعني كل وحدة 33 سنتيمتر. الكريمة خصها تكون باردة حتى هي كتعاونها فاش باش تطلع. نزيد عليها السكر، جوج ثلاثة أربعة، يعني خمسة المعلقات، خمسة المعالق ديال السكر. دابا غادي نزيد عليها الكاكاو غبره، نزيد عليها واحد المعلقه ديال الكاكاو. كي قلت لكم تقدروا ديروا الشوكولا وتذوبوها. الكاكاو المر، يعني ماشي الكاكاو الحلو. دابا درت معلقه كبيره وغادي نطربها ان شاء الله. نقعي شويه باش ما طاش لي داك الكاكاو يطوي معايا. هادي كتخلطها مزيان، قلت لكم ما نخلطوهاش بزاف تترجع لينا الزبده. هنايا نمشيو لهاد الجوانب باش شفتو، حيت هنايا ما تخلطش مزيان. شفتو الكريمه يعني ما زدت عليها حتى حاجه، غير هي خصها تكون بارده مزيان، وهاد البول تا هو خصو يكون بارد مزيان. غادي نديرو ان شاء الله دوغ مزيان، غادي تخلطو واحد شويه وصافي. كتجي عاقده كتجي ملسه، ولا بغيتوها تجيكم غامقه في اللون تقدر تزيدوا الكاكاو. انا بغيت نخليها غير بحال هكذا، وغادي نزيد عليها هاد حبيبات تاع الشوكولا. عيني ميزانية يعني غتلوح وصافي. ما غادي كاع نسقيها كيف درت معكم في الاولى، ما سقيتهاش، هادي كاع خفيفه اكثر.
كما شفتوا كابطه ورطبه. المهم قطعتها هانتوما شوفو كي جات، شوفو كيف جات دابا هادي. تجي غزالة البنات، تجي رطبة، ما فيهاش يعني الخميرة، ما فيهاش الزيت، ما فيهاش زعما حتى شي حاجة. هانتوما كي جات، عرفتو كيما شفتو كي جات، يعني هاكا جات بحال جذع ديال الشجرة، غصن ديال الشجرة. انا نوريكم غادي نحاول ندير عليها هادو لي فيرميسيل ديال الشوكولاط. نجي نديرها غير لهادي، نجي غنخليها بحال هكذا. درتو معايا بحال هكذا وغادي نوريكم كيفاش دايره في التقطاع باش تشوفوا. يعني حنا كون ما سقيتها ما والو، كيما شفتوا كي تجي رطبه. ما هوش يكون كي جات إذا كتحمق وجات بنينة ورطبة. أجي أنا ساليت معكم هاد الجينواز رودي اللي درت معكم، نتمنى إن شاء الله تعجبكم وتصايبوا بحالها. راه ما تندموش على اللي صايبتوها، ما تندموش على البنات اللي ما عمرهم داروا لا جينواز بحال هكا رولي، يديروا أول مرة غتنجح معاهم. المهم مشاركت معكم الروتين ديالي اليوم شوية شنو درت فيه، نتمنى هاد الروتين ديالي يعجبكم، ونتمنى اللي كيشوف لا فيديو ديالي يشاركها مع الناس اللي عزازين عليه، ونقول لكم ان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله.